الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة الأسود العنسي. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي. وهو أبو محمد أو أبو عبيد الله. صدوق رمي بالتشيع من كبار الطبقة الحادي عشر. رجال البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة. توفي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد. ثقة فاضل من كبار التاسعة، توفي سنة 208. قال: حدثنا أبي وإبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح. من الثامنة وفي سنة 185 وهم رجال الجماعة. وفي نفس السنة توفي يوسف ابن الماجشون وإبراهيم ابن محمد بن الحارث. قال: عن صالح ابن كيسان الغفاري مولاهم أبو محمد أو أبو الحارث المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز هو ثقة فقيه. نعم، رجال الجماعة توفي سنة 130 وما بعدها. عن صالح عن ابن عبيدة ابن نشيط. عبد الله بن عبيدة ابن عبيدة ابن نشيط فتح النون وكسر الشين الحميري القرشي الربذي عن ثقة من الرابعة. توفي في سنة 130 قتيلا قتله الخوارج، يعني ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الذي سنقرأه في قصة مسيلمة الكذاب. قال: وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، هو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بيننا وبين الأمر، ثم جعلته لنا إن شئت خليت
بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريت فيما رأيت، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، فيروز الديلمي، والآخر مسيلمة الكذاب. قال: باب قصة أهل نجران. قال: حدثني عبد العباس بن الحسين قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان أن يلاعناه. قال أن يلاعناه بمعنى يقول أحدهما للآخر: لعنة الله عليه، إنه على الحق إن كان على باطل. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أمين هذه الأمة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. استشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وهذا من فضائل أبي عبيدة بن الجراح. وأهل نجران من نصارى العرب، لأن نجران كانت على النصرانية، كانت على النصرانية بعد أن حصلت قصة أصحاب الأخدود، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت الفتوحات وفتحت مكة وفد إليه وفد نجران وفيهم العاقب والسيد، فأنزل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يلاعناه ويحاجانه: فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخاف الرجلان، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهما أبا عبيدة ابن الجراح لقبض الزكاة. متى توفي أبو عبيدة؟ في سنة 18 في طاعون عمواس. نعم.
قال: قصة عمان والبحرين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدواء من البخل؟ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لأبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. يعني وفى أبو بكر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست وصية إنما هي وعد. اكتبوا حديثاً.